لما يطلع نجم كبير زي كابتن حسام حسن ويتكلم في مثل هذا الامر يقول لك انا ندمان، لو رجع بيا الزمن مش هسيب النادي الاهلي. فاللي عايز يمشي من النادي الاهلي يمشي. ممكن تمشي وتكسب فلوس، ممكن تمشي وتكسب بطوله، يعني ممكن. ممكن تمشي وتشوف كل اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه، ولكن عندما يعود بك الزمن او يمر بك الزمن هترجع تبص تاني تقول الله، هو انا عملت كده؟ طب انا مشيت من النادي الاهلي، انا مشيت من النادي الاهلي ليه؟ طب انا كسبت ايه؟ كسبت فلوس، كسبت بطوله، كسبت كذا، كسبت كذا، مفيش مشكله. لكن النادي الاهلي يظل اسمه كبير، وانا ببقى سعيد جدا وفخور جدا ان الحمله الممنهجه اللي كانت ماشيه على النادي الاهلي خلال الايام السابقه، طبعا قابلها هنا في قناه النادي الاهلي حمله عكسيه طبعا، لانه في كل برامج، انا ما بتكلمش على ملعب الاهلي ولكن انا بتكلم في كل البرامج، بس طبعا بخصص ملعب الاهلي لانه برنامجي. ف لما جينا نتكلم في ملعب الاهلي، الحمد لله الحمد لله الناس ابتدت تشوف وتفرق ما بين الابيض والاسود، ما بين السالب والموجب، ما بين اللي بيعمل شو تايم زي ما بيقولوا، وما بين اللي بيحب النادي الاهلي بجد. الناس ابتدت تعرف ان فلان ده لا، ده ممكن بعد يومين ثلاثه يغير رايه، لكن فلان ده لا، طول عمره، على الرغم من ان النادي الاهلي من وجهه نظره هو او من وجهه نظر بعض الجمهور ظلمه مثلا، مع ان ده ما بيحصلش، ولكن من وجهه نظر البعض، البعض بيشوفه فيقول لك ايه، عمره ما بيغلط في النادي الاهلي ولا عمره بيتكلم عن النادي الاهلي بطريقه وحشه. عودة بعض النجوم الكبار إلى الندم على حبهم أو على تركهم للنادي الأهلي، سبحان الله، حملة ممنهجة، على الجانب الآخر حملة عكسية. قناة النادي الأهلي في كل برامجها تجد أن الجميع بيتكلم دايما دلوقتي بصيغة جيدة عن النادي الأهلي،